شاء الله يكونوا اضافه لصفوف الفريق ده بعد عوده كمان سعد سمير. طيب نروح للوطن، وبعد تألق طبعا عدد كبير جدا من لاعبي المنتخب الاولمبي، فهتلاقي بقى ايه اساميهم بترتبط بالانديه الكبيره طبعا زي النادي الاهلي مثلا، وطبعا عبد الرحمن مجدي موجود في نادي كبير ايضا، نادي الاسماعيلي يعني في الحقيقه. فبيقول لك فايلر يطلب عبد الرحمن مجدي، اللاعب عمل في الحقيقه بطوله كبيره جدا ومميزه، لكن لغايه دلوقتي فعلا فعلا يا جماعه ما حصلش اي طلبات او ما فيش اي طلبات قدمها مستر فايلر للناس في النادي الاهلي. ممكن يكون هو عنده خلاص انطباعات معينه عن اللاعبين، ممكن يبقوا في خططه في شهر يناير او بدايه الموسم. وخليك فاكر الاهلي هيتعاقد مع اثنين بس في شهر يناير، وهيرحل اثنين من النادي الاهلي، اكتر من كده لا. لو عبد الرحمن مجدي في الصوره ما اعتقدش انه هيكون في شهر يناير، ممكن يكون مع نهايه الموسم، وطبعا حسب مفاوضات مع نادي كبير بحجم النادي الاسماعيلي. طيب اتكلمنا في كل التفاصيل الاخرى، ازارو يقترب من قياده الهجوم، ده بنسبه كبيره ممكن يكون ازارو مهاجم النادي الاهلي في مباراه الغد. طيب المصريون بتتطرق لموضوع ديانج هيلعب ولا مش هيلعب، وتقول ان فايلر يتحفظ على الدفع بديانج امام الجونه رغم تماثله للشفاء. النسبه الاكبر يا جماعه ان ديانج مش هيبتدي المباراه، ممكن يكون متواجد على مقاعد البدلاء. بالمناسبه ال 22 لعيب اللي موجودين دول اللي هيسافروا لتونس يعني بره على طول ان شاء الله، الا اذا لا قدر الله حد تعرض لاصابه فهيرجع على القاهره. ان شاء الله ما حدش يتعرض لاصابات، لان محتاجين الكل في مباراه النجم ان شاء الله باذن الله. نروح للدستور نفس الموضوع كده، قال لك الاهلي يسعى لضم العراقي، كريم العراقي عمل بطوله كويسه مع المنتخب الاولمبي، لكن مش في دماغ النادي الاهلي خالص كريم العراقي في الفتره الحاليه، على الاقل في الفتره الحاليه يعني. وانبي يطلب ثلاث لاعبين مقابل اسامه جلال، اسامه جلال من اللعيبه برده اللي اسمه مرتبط بالنادي الاهلي، وهو لعيب كويس جدا بصراحه. لكن هل ممكن يبقى في يناير ولا في الصيف؟ هل ممكن يكون اصلا في قرار نهائي بخصوص اسامه جلال ولا لا؟ لسه مفيش اي قرارات نهائيه، ودي حقيقه. واحنا ما هنقول هنا ان في قرار نهائي هيبقى في قرار نهائي، طبعا مفيش قرارات نهائيه، دي طبقا للمعلومات اللي احنا عارفينها من النادي نفسه يعني. ودايما احنا بنبقى حريصين ان احنا نتكلم في الاتجاه الرسمي دايما، لان احنا منبر اعلامي رسمي للنادي الاهلي، ولازم اكد على الجزئيه دي مرارا وتكرارا، لان البعض بيبقى متشوق لموضوع الصفقات. لكن اطمنوا بشكل عام كده صفقات هتبقى مرضيه قوي، صفقتين هيكونوا مميزين جدا في النادي الاهلي في شهر يناير باذن الله.